صباح الخير بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ بدينا وياكم اليوم بنات من فقرة الريوق. طبعا ما خدرت شاي هوايش بس على قدي شوي، يعني اريد اتريق. اليوم عجبني اتريق جبن عرب وخيار وطماطم، هذا كذا الخبز مالتي، وهنا شوي عسل اذا اردت يعني. وابني اليوم عجبه ياكلها، اول ما يقعد ياكل واخر يوسف حار ياكل برجر. طبعا هو البارحه ما اكل، فهسه ضل عليها من الثلاجه، قال لي خلي احمل لك اياها قبل لا تاكلها. ما قدرت امنع بصراحه، واني اصلا ما كنت رايده انطي. تعرفون واحد قاعد لنا مو مال هيك اكل ياكل، المفروض ياكل فشي خفيف، بس بعد شايفين انتو طفل مني يريد فد شغله. ليش تلعب بيها؟ رجعها. طبعا بنات انا البارحه ما كنت موجوده بالبيت، ف يعني على غسلتي ونظيفتي بعد لا يعني لا جيت صفيت المواعين ولا بعد، يعني كان كل شيء نظيف، كان كل شيء نظيف بس ما رتبت كل شيء. فهسه انا قعدت وراح ابلش ارتب. هيا ماما عفية يوسف، عفية يوسف. هاي القفة هنا نضمهم. شوف طبعا جابوا الكرسي صعد. هاي البرجر الحلوة. يلا تعال يوسف. وهاي اخترت نكون بنات كملنا الطبق. شوفوا بنات شلون صار، لانه نقعته بمي الحار فيصير هيجي. طبعا هذا مال بيتا يجنن، وهذا الطبق مالتي اليوم. طبعا بنات هاي اول مرة انا مطبخ هيجي وصخ، هاي اول مره، لان قلت لكم البحث كنت طالعه وما رجعت ما لحقت، ورجعت سويت اكل ليوسف فتوسخ الطباخ وكنت كلش كلش تعبانه، فبصراحه ما لحقت اصلا بعد انظف او اعزل، فقبل نمت. فاليوم هيجي قاعده مثل ما نقول هيجي نشيطه شويه. اكو ناس تحب هاي الاصوات. ما نقدر طبعا نسوي اصوات يا يوسف، يوسف هو دا يسوي لنا اصوات اصلا يعني. طبعا كان احبه هيك مو كلش ثقيل، كلش احبه هيك ما احبه ثقيل.
واحنا بنات ورا ما خلصت ريو غسلت المواعين واجيت عزلت البيت ومسحت وكملت كل الشغل اللي عندي. مثل ما تشوفون البيت شلون كليته اترتب، وهنا نلقى مسحتها وطلعت مسحت الطرمة وغسلت هدوم على مود اشرهم ويكون عندي كل شيء نظيف وجاهز. بقى عندي بس شيء عجبني ابخر البيت، فهنا انا حضرت الفحماية على مود ابخر. انا طبعا مو كلش احب ابخر يعني، بس شيء بين فترة وفترة عندي هذا البخور عبالك عطر كلش طيب، فضفت من عندي هيك شوية وش على مود ريحة البيت همينة تصير طيبة. بخرت الهول والغرفة وكل شيء، بعدين رجعت حطيته على الميز. طبعا بنات راح حضر فشي شوربة على مود شنو نكمل او نبدي بقى، مو نكمل نبدي السوالف. فشنو حبيت اسوي اليوم بنات، خل اشوفكم هاي بعدني ما جربتها الصراحة. هاي قهوة شوكولاتية بالباونتي، طبعا بعد ما مجربتها بس مرت خالي قالت كلش طيبة، وهي خطية جابت لي من عندها. فشنو هس يلا راح اجربها وياكم. شوفوا بنات تصير بهذا الشكل. هي ما قالوا ضيفوا مي وقبل ضيفوا، بس انا شو اسوي راح اضيف حليب. بصراحة ما عندي حليب سائل. بنات ما ادري اذا يحتاج لها شكر او لا، فاني شو اسوي راح اضيف بس هاي المكياله وحده، لان احتمالها حلوه ما اعرف. وهنا بنات ضفت من هاي القهوه بس شنو بلونها يعني على بياض، فاني شنو سويت ضفت عندي هاي القهوه سريعه التحضير، ضفت من عندها شويه على مود بس يتغير اللون، لان هي كانت كلش بياضه. بنات عندي استوى ورا ما فار هذا الكوب اموت عليه كلش احبه. نفرغ هاي القهوة الشوكولاتية. وطبعا عندي هذا الحب، لان حاليا بنات يعني مدى اكل حلويات هواي بصراحة. شنو نروح نحضر ميزنا. وهسه بنات ورا ما قعدنا شنو هسه بنات نقعد ندردش سوية. طبعا هواي من عندكم طلبوا من عندي هذا الفيديو انه اني اسوي فيديو تعريف على نفسي، فشنو قلت لازم اني البي هذا الطلب. دائما الكي بنات معلقيلي واقول لهم ما يخالف، وبصراحه ما صار عندي وقت انه اني اصور لكم، بس هسه بما انه صار عندي وقت قلت لازم اصور هذا الفيديو. بالبدايه احب ارحب بكل المشتركين الجديدين بقناتي، اهلا وسهلا بكم واكيد نورتوا القناه. طبعا بنات كتبت بعض من الاسئله مالتكم، قلت على مود اجاوبها عليكم. بالبدايه خلي اذوقها واقول لكم طيبه ولا مو طيبه. طبعا بنات كلش طيبة، اللي يحبون الباونتي انصحكم تجربوها. بالبداية بنات اول شي اسمي هو الحقيقي هو نورة. اني ليش مسمية اسم القناة ننوس، لانه اني اصلا هو يسموني ننوس، يعني من وعيت على الدنيا واني اهلي كلهم يسموني ننوس. يعني اني لحد ما كبرت دخلت للمدرسة تقريبا، اني اول ابتدائي من يصيحوا لي نوره اتفاجئ هاي من نوره، لانه ابد ما سمع هذا الاسم هالقد ما الكل يصيح لي ننوس ننوس ننوس. فاسمي نوره يعني قمت اسمعه بس بالمدارس فقط.
المهم هذا أول سؤال حبيت أجاوب عليه اللي هو بخصوص اسمي وليش مسمية اسم القناة بهذا الاسم. مواليدي هواي بنات عبالهم أنا كبيرة، وبعض البنات عبالهم يعني أنا مواليدي بالتسعينات، بس هو بنات أنا مواليدي 2001، يعني بعد لي شهرين ويصير عمري 23 سنة. 10/5/2001 هاي مواليد صحيحة، فما بقى العيد ميلادي شهر، همنا مو شهرين، شهر واحد وأدخل بال 23 سنة. هذا ثاني سؤال. أنا من يا محافظة، أنا مو من محافظة البصرة، لأنه ذاك اليوم ابني كتبت لي أنت من البصرة وما أدري شنو، فلا أنا من بغداد. وين ساكنة؟ فبس من بغداد. شوية نبتعد عن الأسئلة الكلش عميقة، لأنه بصراحة مرات تجيني أسئلة يعني كلش مثل ما نقول كلش خصوصية، يعني ما يحتاج أصلاً أجاوب عليها. يعني ذاك اليوم بنية بالتعليق كتبت لي زوجة شنو يشتغل، إيش قد راتبكم، إيش قد إيجار الشقة مالتك، إيش قد مساحة شقتك، أنت بيت له، يعني أحس هاي التفاصيل واحد حتى عيب يسألها، يعني حتى عيب. يعني أنا يعني أختي اللي هي أختي أستحي أقول لها رجلك إيش قد راتبه بصراحة، يعني لأن يعني عندنا هذا الشغلة عيب، يعني عيب واحد يسأل الثاني. فعاد انه وحده ما تعرفوها شلون لكم الجرس تسالوا هذا السؤال. فاني بعيد عن هاي الاسئله، يعني هاي الاسئله حسها كل شخصيه، حتى مكاني وين قاعده هاي كليتها ما اقدر اجاوبكم عليها. راح اجاوبكم بس الشيء اللي انا اريد احكي، الشيء اللي انا ما حاكي عنه بالقناه فما راح اجاوب عليه. انا شنو مكمله دراسه؟ طبعا بنات انا متخرجه، تخرجت قبل سنتين، اختصاصي هو سلامة مهنية إسعافات أولية. هاي الدراسة مالتي وكلش حلوة، لأن أكو ذاك اليوم بنية سألتني على الإنستغرام قالت لي دراستي سهلة لو صعبة، فهي يعني زينة، لا هي سهلة ولا هي صعبة. وإنجليزي لو عربي أخذنا إحنا مرحلة إنجليزي ومرحلة عربي، هيك صارت الدراسة. بس إنه شيء على شيء اللي يدرس ماكو شيء عليه صعب، ف درسي وفوكوشي صار عند السهل. والله بعد شنو سألتوني؟ طبعا بنات أنا متزوجة وعندي طفل واحد. اتزوجت عمري 19 سنة، 19.5 شي اتزوجت، وقاعدة بوحدي، يعني من أول ما اتزوجت قعدت بوحدي، ما قاعدة ويا عيالي. والله بعد شنو شو أقول لكم؟ شو تريدون تعرفون بعد عليا؟ هواياتي احب الرسم، كلش احب الرسم، ومو دائما اشارككم هذا الشيء، مرات نسى عندي وقت بصراحه اصور لكم الشغلات اللي احب ارسمها، ومرات لا، ما يعني ما على حق يعجبني ارسم وخلاص، يعني بدون تصوير. مرات انا اشارك على انستغرام ومرات ما اشاركه، واللي يريد يضيفني على انستغرام راح احط لكم اليوزر، راح احط لكم صوره حسابي. الانستغرام احب انشر بيه الشغلات يعني اليوميه مثل ما نقول، يعني مرات ما يعني ما اصورها لليوتيوب فتلقوها بالانستغرام، فاللي يحب يضيف انستغرامي فاهلا وسهلا بيه. بالله بعد شنو سالتوني؟ ها بنات صدق احب اشكر التعليقات الحلوه اللي هيك بحيث تنقط عسل بالقران، حتى ما اعرف شنو اجاوبكم على هاي التعليقات. يعني صدق اكو بنات يعني حب كبير لكم والله العظيم، لان تعليقاتكم تجنن، كلش حلوه، وحتى تفاعلكم الحمد لله صاير كلش حلو. بس اكو كم تعليق يعني هيك كم تعليق مثل ما نقول يعني هذول التسات يجون يذبون اسمهم ويطلعون بدون سبب والله العظيم. ذاك اليوم نشرت فيديو اذا شفتوني انتو بالعيد لما طلعنا مدينة الألعاب، فأني مصورة الفيديو كلي، فيديو طويل تقريبا فوق 15 دقيقة، هي عارفة محتوى الفيديو كليته، مركزة على شكلكم بنات. يمكن 4 ثواني أني مصورة بها نفسي ولابسة قميص، والله العظيم بنات القميص أصلا طويل
والقميص عريض يعني حتى مو قصيف. فواحدة كاتبت لي شنو هذا لبسك؟ ليش ضيق وليش ما اعرف شنو؟ زين هسه انت لما دخلتي على هاي القناه زين انت عرفتي كل هاي التعليق الفيديو العفو عرفتي كل هذا الفيديو هاي حقطعها يعني انت عرفتي كل هذا الفيديو وركزتي لي بس على ثواني من الفيديو علقتي بس ردي تلقين فد شيء سلبي على مود تعلقي لي عليه وهو حتى مو سلبي يعني انا هذا لبسي اني البس انطرون وقميص البس تنوره البس فستان يعني البس هيك براحتي ولبسي مو ضيق يعني لبسي اني مرتاحه به يعني مستحيل البس شيء اني ما مرتاحه به ويجوز انت بالتصوير شفتي ضيق بس هو بالحقيقه لا مو ضيق القميص عريض وطويل وفتشي مستور ومرتب فهي اكو مرات كم تعليقات والله يعني من ابوها اقول يعني ما لها معنى بصراحه يعني ما لها معنى من اجي اقرا التعليق حتى ما بمعنى انه اقول ايه والله صدق هاي لا تريد تنتقدني أنا مو ضد وحدة تعلق لي سلبي ومو ضد وحدة تنتقدني أنا فاتحة قناة يعني شيء عجبك راح تعلقين عليه شيء ما عجبك راح تعلقين عليه همينه وأنا مرات أحترم رأي البنات والله مرات بنات ينطن نصيحة ينطن رأيهن أو يعلقن تعليق سلبي بس التعليق مالتن شوية بيذوق مرتب أكو بنات لا والله يعني مع احترامي يعني للزينات قلة ذوق ما عندهن أبد بالتعليق وبالحكي وبكل شيء تحسيهم هيك داخلين على الانترنت يريدون بس يتعاركون ويسوون مشاكل ويطلعون فهاي بعد ما نعرف شو نسوي لهم دول البنات فئه من البنات والله مو كل البنات اكو بنات ورده مال الله وكل حبابات طبعا انا عندي اكثر من صديقه بصراحه تعرفت عليها على الانترنت واحسهم اصلا كلش قريبات علي يعني اكثر من اللي انا اصلا اللي شايفتهم ومعاشرتهم بالحقيقه فمو كل البنات سوية. تعليق هذا بنية تقول لي هم ناوية تسوين بيبي يوسف؟ أوف خل أشرب شوية. بصراحة أبد ما أفكر بهذا الموضوع. يعني كلش بعيد هذا الموضوع علي. وحدة من البنات الحبابات. كاتبت لي إيش عجب دائما تصورين ببيت أهلك وإحنا نحب فيديوهاتك اللي تصوريها ببيتك أول شيء خلي أسد الأيباد وأقعد أحكي لكم طبعا بنات سبق وإن قلت لكم ببعض الفيديوهات إنه أني ليش أصور ببيت أهلي من أروح ببيت أهلي يصير عندي وقت كلش طويل وما عندي شيء يعني لا عندي طبخ لا عندي شغل لا عندي كل شيء ما عندي فشوفوني اغلب الوقت انا فاتح تليفوني واصور فتخيلوا اصور يعني مثلا اذا بات ببيت اهلي احتمال اصور 5 فيديوهات 4 فيديوهات بس ما اشركم ياهن بان واحد يعني مرات ارجع لبيتي وابلش انشر لكم فاللي يشوف ايش عبال انه انا اكثر الوقت انا ببيت اهلي بس انا لا بنات يعني عادي انا اروح لبيت اهلي ابقى 3 أيام 4 أيام وأرجع ورا أسبوعين ونص يلا أرد أروح لهم فهم أرجع أصور لأنه أنا بنرجع لبيتي ما عندي وقت إنه أنا أصور مو دائما عندي وقت يعني هاي مرات أستغلها فرصة إذا أبني نام أو يقعد يم أبوه أو هيك أصور لكم فيديو ولا باقي الوقت فما أقدر فشوفوني أكثر الوقت أني تصوير أصور بيتي هلي يعني مو ما أريد أهمل القناة حرامات وما أريد أسدها وأكو من البنات همينة كلش يحبون تصوير بيت أهلي وسوالفنا أنا وماما وأنا وخواتي وهاي الأمور فأني لهذا السبب أحب أصلاً أحب أصور وياهم أحلى أصور الفيديوهات كلش أحلى وهذا بنات الفيديو اللي هواي بنات طلبوا من عندي إنه أنا أعرف عن نفسي وأحكي لكم بعض التفاصيل ما حكيت لكم كل شيء حكيت لكم جزء من الشغلات اللي دائماً تتكرر بالتعليقات علي فشنو؟ اللي بعد عندي سؤال خلي يكتب لي بس اهم شي بنات السؤال مو يكون كل شخصي خلي السؤال يكون عام حابين تعرفوا علي او اكتبوا لي شنو تريدون فيديوهات نسوي لكم يعني اقترحوا لي فشي انتو عاجبكم انه اني اسوي بس يعني اكيد بدون ما يطلع وجهي لانه اكو بنات تقول لي سوي تحدي انت زوجي سوي مقلب سوي ما اعرف شنو بنات هاي السوالف اني ما اقدر اسويها لانه اني ما عارضه شكلي على الانترنت يعني ما مطلعه شكلي وبصراحه يعني ما حابه اطلع يعني ما ادري مرات انه احاول افتح الكاميرا واقعد اصور بس اتراجع فشنو طوني فشي اقدر اصوره هيك شيء اني ياكم ايدياناتي
يعني مش شيء لازم انجبر اطلع بيه شكلي وهاي. فانطونا فيديو ترتيب تنظيف طلعه بمكان تدرون يعني تدون اصوره لكم يعني اي شيء طبخه تدون اطبخها لكم هم عادي. فيديو انزوي انا وماما انا وخواتي فانا ما عندي مشكله اسوي لكم ان شاء الله. ولهنا بنات احب ان يكون الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس. طبعا بنات كل ما تنطون لايك للفيديو والله العظيم الفيديو يصعد وتعليقاتكم تجيني جديدة ومشتركين جديدين، فهذا كله فضلكم وفضل دعمكم الي. احبكم كل شيء هواية. مع السلامة.